وفي اليمن دعا محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو الإمارات لإخراج قوتها من منشأة بلحاف لإنتاج الغاز، واتهم بن عديو الإمارات بالوقوف حجر عثرة أمام تشغيل المنشأة وبتحويلها إلى ثكلة عسكرية، كما اتهم الإمارات بإيقاف تصدير الغاز منذ 5 سنوات وتسريح مئات العمال. الآن المنشأة هذه تتواجد فيها قوات الإماراتية وحولتها إلى ثكنة عسكرية بالعربي الفصيح. تقف الإمارات حجر عثرة في تشغيلها. نحاول أن يخرجوا، وعرضنا أن نوفر لهم المكان البديل، وتحدثنا مع الأشقاء السعوديين أنه ضروري أن يخرجوا الجماعة من المنشأة لأننا بحاجة إلى تشغيلها. نواجه ضغط شعبي لأن هناك الآلاف من العمال سرحوا إلى بيوتهم. ضاق الحال بالناس، كانوا يشتغلون أمورهم طيبة في هذا الشركة، الآن أصبحوا عاطلين عن العمل. ويعتبر مشروع بلحاف للغاز أكبر مشروع استثماري في اليمن، وتقدر تكلفة إنشائه بأكثر من 5 مليارات دولار، وتديره الشركة اليمنية للغاز الطبيعي، وتساهم فيه شركات دولية أبرزها توتال الفرنسية التي تستحوذ على نحو 40% من أسهم المشروع. في فبراير عام 2009 دخلت اليمن سوق مصدري الغاز الطبيعي المسال بتصديرها أول شحنة عبر مرفأ بلحاف، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بنحو 6.7 مليون طن سنوياً. بعد شهر من إعلان عاصفة الحزم وفي إبريل عام 2015 قررت الشركة اليمنية للغاز إيقاف جميع عمليات الإنتاج والتصدير والبدء في إجلاء الموظفين نظراً لتزايد التدهور الأمني. ومنذ العام 2017 تتخذ الإمارات منشأة بلحاف ثكنة عسكرية لقواتها ونقطة لوجستية لإدارة القوات اليمنية التي شكلتها في محافظة شبوة تحت مسمى النخبة الشبوانية. وفي أغسطس عام 2019 حاولت قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً الانقلاب على السلطة المحلية والاستيلاء على محافظة شبوة، أسوة بما فعلته القوات المدعومة إماراتياً في محافظتي عدن وأبين، لكن القوات الحكومية تمكنت من طردها. عقب 3 أشهر أعلنت شركة توتال الفرنسية أنه لا يمكن استئناف عمليات تصدير الغاز في ظل الوضع الأمني والسياسي، وحتى الآن ما تزال القوات الإماراتية تتمركز في منشأة بلحاف للغاز وترفض السماح بإعادة التصدير، وذلك رغم إعلانها في فبراير الماضي سحب قواتها المشاركة في اليمن.